هل فعلا نقدر نخس في فصل الصيف اكتر من الشتاء؟ يعني لو هنتكلم بشكل اصلا، بص لو هنتكلم بشكل علمي قوي، الحرق في الشتاء طبعا بيبقى اعلى فعلا، وده الناس بتستغربه. ليه؟ لان درجه حراره جسم الانسان بتبقى 36 مثلا، 36 ونص في الشتاء بيبقى الجو بارد، فالجسم بيبذل مجهود وبيبذل طاقه عشان يعرف يدفي نفسه زي ما بيقولوا. لكن في الصيف بنعرف نخس اكتر لاسباب كتير. بنحشي في الشتاء بنعرف نخس اكتر لاسباب كتير، عشان احنا عندنا اليوم بيكون طويل، فبالتالي نقدر نمارس الرياضه ونقدر نظبط اكلنا اكتر. في الصيف الواحد برضو بيبقى مهتم قوي بمظهره اكتر من الشتاء، عشان البلاوي دي ما تبانش، فبيهتم قوي بالرياضه والتغذيه بتاعته. بس احنا في الصيف بنبقى مقبلين اكتر على ان احنا نشرب حاجات ساقعه، ناكل حاجات ساقعه، ايس كريم وغيرها، فده هو اللي اعتقد ممكن يزود الوزن زياده. بصي، هو في الشتاء بنبقى جعانين اكتر، في الصيف بنبقى اقل، حتى لو الحرق هناك اعلى بس هنا اقل، بس نقدر نمارس الرياضه اللي زي ما انت قلتي، ان طبعا بنزود سوائل اكتر، فبالتالي ما بنبقاش جعانين اكتر، فالمفروض نستغل الموضوع ده. بس الناس ما بتعملش كده. لا كلنا مش الناس، ده احنا مش الناس. طب هل ارتفاع درجات الحراره ليه تاثير؟ لا، الناس فاكره ان لما الجو يبقى حر قوي فالدهون مثلا كده هتسيح، او يعني انا هعرق وبتاع فخلاص الدهون نزلت. يعني احنا ممكن بنفقد ميه اكتر، فعشان كده دايما بننصح الناس ان في فتره الصيف لازم يزودوا نسبه الميه بتاعتهم، عشان الميه اللي بيفقدوها. لكن انا مش بنزل دهون غير بنظام صحي، اكل يعني، وبتمارين. لكن وانا قاعد كده مش، حتى لو بعرق كتير مش هفقد دهون، هفقد بس ميه. ايه الفيصل عندي، الميزان ولا البادي شيب او شكل الجسم؟ شكل الجسم طبعا. ايوه صح. لا طبعا شكل الجسم عندي هو الفيصل، لان في ناس بتخس ميه قوي وبتخس عضلات. وانا عايزه الناس هشبه نزول الميه ده جميل، لكن العضلات هو اللي مش كويس. بالظبط. ولا انت مش موافقه اصلا على نزول الميه؟ مش حلو قوي ان احنا ننزل ميه قوي من جسمنا، احنا لازم نعوضها على طول. لكن اهم حاجه عندي ان انا ما انزلش عضلات كتير، لان انا اصلا شكل الدهون عندي، حتى لو انا فاكرين المثل بتاع زمان لما كانوا بيقولوا لنا ايه اكبر، كيلو قطن ولا كيلو حديد؟ أيوة. هو الموضوع زي الدهون والعضلات، انا كشكل الدهون عندي الكيلو كده والعضلات كيلو كده. طب خلينا نجاوب بس للناس، الكيلو قطن هو نفس الكيلو حديد، الاثنين هما الاثنين كيلو. ايوه بس أيوة الفرق في الشكل. انت كنتش تعرف؟ ايه ده؟ لا تهزر. كنت عارف طبعا بس مستغرب، احنا لسه بنوضح يعني ده كيلو ده كيلو. لا في ناس بتتلخبط فعلا. انا قصدي في الشكل، يعني الكيلو العضلات هيبقى كده وكيلو الدهون هيبقى كده، فانا لو خسيت 2 كيلو دهون هيبقى شكلهم فارق قوي، كاني خسيت مثلا 10 كيلو من جسمي، انت هتلاحظ الفرق. لكن الدهون لما بخس عضلات من جسمي كتير حتى بتحسي ان الناس فجاه وشها بقى باهت وداخل لجوه، ايوه ظهرت وسيركلز بنت او هالات بنت. بالظبط، لانه فقد جزء كبير قوي قوي من العضلات في جسمه والميه، وده مش صح. لازم ننزل نزول صحي.